السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول هذا الفقير أسامة بن أكرم رحمه الله الأرحم: أخبرنا أستاذنا الشيخ أبو أحمد عبد الوحيد الساجد والشيخ أبو أنس محمد مالك بن در حفظهما الله تعالى ومتعنا الله بطول حياتهما، قالا: أخبرنا الشيخ الحافظ عبد المنان النورفوري عن الشيخ أبي الخير إسماعيل بن إبراهيم السلفي، وهو جد الشيخ الحافظ أسعد محمود السلفي الذي هو رئيس هذه الجامعة المباركة، عن الشيخ عبد المنان الوزير بادي الشهير بمحدث بنجاب، عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري عن أبيه وأحمد بن محمد، عن الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني، عن الشيخ علي بن حسن العجيمي، عن الشيخ علي بن إبراهيم الشهيد، عن الشيخ حامد بن حسن شاكر، عن الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشامي، عن الشيخ محمد بن حسن العجيمي، عن الشيخ أحمد بن محمد العجل اليمني، عن الشيخ يحيى الطبري، عن جده الشيخ المحب الطبري، عن الشيخ إبراهيم الدمشقي، عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاني، عن الشيخ محمد الفارسيني، عن الشيخ يحيى بن عمار الختلاني، عن الشيخ محمد بن يوسف الفربري، عن الإمام الهمام رئيس المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري. قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
وأخيرا نشكر أعني طلبة صحيح البخاري جميع أساتذتنا وشيوخنا ومعلمينا الذين درسونا ودرسنا عندهم 7 سنوات وندعو الله أن يغفر لنا ولهم وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.